يعني أنا أعتقد طبيعة هذه الرؤى متباينة ما بين السنة الأكراد والمكون الشيعي. المكون الشيعي بالتحديد السيد مقتدى الصدر يريد أن يذهب إلى حكومة أغلبية، لأنه يريد كون أن رئيس الوزراء هو المعني في هذا الإطار. نعم. وبالتالي رئيس السلطة التنفيذية يكاد يكون هو الذي يتحمل العبء الأكبر في مجال اختيار وزرائه، في مجال مسؤوليته في هذا الإطار، في حين أن المكون السني لديه استحقاق متمثل برئاسة البرلمان في هذا الموضوع، إضافة إلى بعض المفاصل الأخرى. المكون الكردي يكاد يكون محسم أمره في موضوع رئاسة الجمهورية حتى وأن اختلفوا، لكن كما تعلم أن الأكراد في قضاياهم المصيرية يدخلون في هدف واحد في هذا الإطار مع وجود حركة الجيل الجديد. بمعنى هذا أن الحكومة القادمة ربما يكون، أقولها بكل وضوح، هنالك مقاربات ما بين السنة والأكراد بالدرجة الأولى. تصريح السيد مسعود البرزاني اليوم قال للقوى السنية أن من يريد أن يتعامل عليه أن يتعامل مع السيد الحلبوسي والسيد الخنجر كونهما أكبر كتلتين سنيتين في هذا الإطار. بالنسبة للمكون الشيعي، أنا أقول المكون الشيعي دائما يكون أن يحظى بتأييد المكونات الأخرى في هذا الإطار، بتتحدث عن رئاسة الجمهورية. المشكلة القائمة اليوم، احنا مو مشكلة أغلبية وعدم أغلبية، المشكلة خلينا نفهم ماذا نعني بموضوع التوافقية. هل أننا في موضوع التوافقية الذي تطرحه بعض الكتل السياسية أن تكون بمنأى عن المحاسبة؟ وهذه واحدة من أهم الإشكاليات عندنا أستاذ أحمد. في مخرجات العملية السياسية كنا نجد للأسف الشديد، يعني اليوم مثلا ملف الفساد، لا أحد يستطيع من الكتل السياسية، قد تكون كتلة أو كتلتين، أعلنت يعني إحالة أعضائها إلى القضاء أو إلى القانون، لكن بالمحصلة الكل يتبنى الدفاع عن، يعني ربما تتحدث عن حكومة 2018 التوافق. يعني اليوم سيد مصطفى الكاظمي يعني جاء رئيس حكومة بظروف مختلفة تماما، يعني خصوصا بعد تظاهرات تشرين وتمخضت عنها حكومة بمعزل عن القوى السياسية وتأثيراتها إلى درجة كبيرة جدا، حتى في القرارات التي تصدر والتوجيهات التي تصدر وملاحقة الفساد وآفات الفساد، هناك يعني أريحية كبيرة جدا لرئيس الحكومة الحالية. لكن نتحدث عن الحكومة المقبلة، يعني هل التوافق يقصد به غياب المادة 76 من الدستور وغياب الكتلة الأكثر عددا، أم هو إصرار على التوافق على شخصية رئيس الحكومة؟ يعني هل هناك اعتراف بالكتلة الأكثر عددا أصلا؟ يعني هذا موضوع الكتلة الأكثر عددا ما زال هنالك يخضع على عدة تفسيرات. قسم من يقول علينا أن نطبق المادة 45 من قانون رقم 20 لمجلس النواب العراقي الذي يقول الكتلة الأكثر عددا ليس الكتلة السياسية ولكن الكتلة النيابية التي فازت في هذا الإطار. وقسم من يقول علينا أن نرجع إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر في زمن المالكي وأبعد السيد علاوي. لكن أنا أقول المشكلة القائمة عندنا، يعني حقيقة هاي منتبهوا لها، أنا قد أطرح فكرة يجوز ينتقدوني. أنا تسألني كباحث وأستاذ جامعي ومراقب في الشأن السياسي، أتمنى أن يذهب الشيعة إلى اختيار رئيس وزراء ولكن لا يشاركوا في الحكومة، مع بقاء احتفاظهم بماذا؟ بقاء احتفاظهم بقدرتهم على إقالة أي رئيس وزراء. بذلك تطهر الحكومة في حقيقة من كل محسوبية وكل منسوبية وكل جهة فاسدة بغض النظر، لأنهم يمتلكون الأكثرية في هذا الإطار. لكن المشكلة عندنا في العراق أننا نعمل ونجد قبل الانتخابات فترة تشكيل رئيس الوزراء، بعد ذلك نجلس لكي نبدأ بتوزيع الحصص كأنه قسمة رضائية. حتى موضوع رئيس الوزراء أنا أقولها بكل صراحة، احنا كنا دائما نقول مثلا سيد الكاظمي لا ينجح في هذا الإطار كونه مستقل. نعم هو عانى شيء كثير، لكن استطاع أن يقدم فاسدين من أحزاب. لو كان سيد الكاظمي ضمن كتلة معينة لوجدنا المجاملات التي تحصل من قبل كتلته وينبرون للدفاع، والمحصلة النهائية ما وجدنا شخصيات قدمت في موضوع الفساد. اليوم أكو استحقاق وطن، استحقاق مواطن، المواطن هذا الشعب الذي خرج في انتفاضة تشرين من قمقم الخوف، وبالتالي استطاع أن يغير. أنا أقولها بكل صراحة، لا يتوقع أي شعب في الدنيا أن الطبقة السياسية ترحمه، لكن خروج المظاهرات، وهذا ليس فقط في تشرين، لو لم تخرج تظاهرات في أربيل في المرحلة الأخيرة، لما ذهبت حكومة الإقليم
إلى صرف مستحقات الطلبة في هذا الإطار. نعم. طيب، يعني بعد لقاء السيد الصدر بالإطار التنسيقي تصاعدت ترجيحات عن تقارب الرؤى بين التيار والإطار، لكن لم نجده على أرض الواقع. هل تتوقع بأن تشهد في اللقاءات المقبلة تقارب وجهات النظر بين الجانبين؟ يعني أولا إحنا ونفكك طبيعة الإطار، أولا السيد مقتدى الصدر يحتفظ بعلاقات استراتيجية وعلاقات احترام مع كثير من الشخصيات، سواء كان السيد عمار على فكرة، أو السيد حيدر العبادي الذي كان مرشحه لرئاسة الوزراء، أو حتى السيد هادي العامري، لكن ربما يكون لديه تحفظ على وظافة السيد فالح الفياض على فكرة، لأنه اختلى به باجتماع وحدهما ما يقارب أكثر من ربع ساعة، حتى في موضوع حل سرايا السلام أوصى فصائل السرايا بأنكم حينما تتعاملون عليكم أن تتعاملوا مع قيادة الحشد، وهنا يقصد السيد فالح الفياض. بقية الأطراف الأخرى قد يكون لديها تحفظ بالنسبة للسيد المقتدى الصدر، ولكن هذا التحفظ مشوب باحترام. وحتى هذه القوى، خلينا نكون شوية شجعان، مثل السيد المالكي، السيد المالكي أساسا هو حصل مقاعد، أنا أقول هو في قرارات نفسه مقتنع بها لأنه متقدم على الانتخابات السابقة، مع بقاء احتفاظه من الناحية الدستورية بقدرة أن يكون نائب رئيس جمهورية قادم. وهذه النيابة حقيقة كما تعلمين بالدستور العراقي رئيس الجمهورية يختار نائب له، وبالتالي أنا أعتقد أي رئيس جمهورية كردي سيأتي لا يمكن في يوم من الأيام أن يذهب بطريقة أنا أقول لا يقبل السيد المالك كجزء من عملية ترميم الوضع البيت السياسي العراقي. طيب، في هذا الإطار ذاته الدكتور، يعني هناك أنباء تحدثت أن الإطار التنسيقي لن يذهب كاملا إلى الحنانة للقاء السيد الصدر، وأن هناك انقسامات داخل الإطار التنسيقي فيما يتعلق بالأغلبية الوطنية والتوافقية. هل هذا يعني أنه من الممكن أن نشهد خلال الأيام المقبلة تقاربا على مستوى التحالف بين الكتلة الصدرية وقوى من داخل الإطار؟ لا، هو بالتأكيد هذا الحقيقة موضوع التقارب، دعني لا أبالغ إذا لم أقول ما يقارب أكثر من 60% من الإطار سيكون جزء من هذا التقارب على فكرة. أولا لسبب بسيط جدا، أن الأطراف التي لن تذهب هي من حقها، يعني كجزء من بقاء الاحترام الذات، وهي لا تذهب في موضوع يعني حقيقة. لكن موضوع المشاركة أنا أؤكد لك، حتى من لا يريد المشاركة مثل سيد عمار الحكيم قبل الانتخابات، الرجل كان للأمانة قال أنني إذا لم أحصل المحصلة الرقمية تؤهلني تشكيل وزارة سأذهب إلى المعارضة. لكن هل من المعقول أن السيد الصدر يبعد كفاءات السيد عمار؟ هذا أولا. هل من المعقول أن لا يكون، أنا توقعاتي أن سيكون حيدر العبادي واحد من المرشحين لرئاسة الوزراء ضمن إطار التنسيقي، وحتى السيد هادي العامري. لكن يعني السيد هادي العامري كشخص ربما يكون هو سيد فالح الفياض، دعني أسميهم من يمتازون بعقلاء الشيعة، لديهم خطاب تهدئة دائما، يدركون تماما أن أي أزمة تحصل بين داخل البيت الشيعي ستغلق أزمة. بما أنه أنت حضرتك ذكرت شخصيات لرئاسة الوزراء، لكن يعني لم يتطرق شخصية رئيس الوزراء، لم يتطرق لها التيار أو الإطار التنسيقي، هل تعتقد بأنه شخصية رئيس الوزراء ستنبثق من التيار أم من الإطار التنسيقي؟ يعني هو الموضوع أنا أقولها، هم دائما يقولون مثلا بالتيار، يقولون مسألة، يقولون ليس بضرورة أن يكون صدري قح، ولكن عليه أن يكون مؤمن ومشبع بمبادئين اللي أساسيين هو إعادة الأمور إلى نصابها، موضوع السلاح اللي شكل تهديد، وهذا ما برز حتى في حديث رئيس الوزراء تغريدة السيد مقتدى الصدر ليس أن قبل عامين. المسألة الثانية موضوع ملفات الفساد، اليوم المجتمع الدولي بات لا يتعامل مع أي حكومة عليها أكثر من مؤشر، ولذلك أقول أن رئيس الوزراء القادم لابد أن يكون يتبنى المشروع الوطني في هذا الموضوع.